مستمسكوا بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداله في علم ولا كرم فكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر رشفا من الثيم وواقفون لديه عند حدهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم من شكلات الحكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكما الذي تم ومعناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس لك حد فيعري عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دار سرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلا نرتب ولم نهم أعي الورى فهو ما له فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر لي العينين من بعدي كالشمس تظهر لي العينين من بعدي صغيرة وتقيل الطرف من أمامي طالع البدر علينا من ثاني الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي